السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين، تحياتي للجميع. يا رب تكونوا بخير وعلى خير دائما. اليوم غادي نوجد معكم أطباق كل يوم، يعني ماشي شي حاجة واو، ولكن نتمنى تتابعونا وديروا لايك واشتراك وجزاكم الله خير. هنا عندي الكبدة يا المشاهدين، الكبيدة أجمل حاجة، ولكن الكبدة كنت غنديرها بولفاف، مشي جابها لي حيت هاديك ديك البلاصة فين تيذبحو القرنة، فين تيذبحو أو المصلخ، كيمشي كيجيبها هي والدوارة، إوا وما لقاش الشحمة جابها غير هي. مزرعة صغيرة. المهم تابعوا معايا بحال لي غتشوفو كي غادي ندير لها داك النوع المشرمل، يعني كنت غنديرها بولفاف حلي طرية وغزالة، ما نقولكمش يعني تصلح البولفاف. ما علينا يا المشاهدين، غنشد هكا غسلتها قشرتها قطعتها هكا ان شاء الله، نقطعها طرونش، ومن بعد باذن الله غادي نشرملها. شو حيدت منها كل داك الجلود، يعني الكبده، يعني نصيحه لكم من تبغيو طيبوها هكا مشرمله بالثومه والقزبر داكشي، تحيدوا لها كل داك، يعني كتكون فيها داك الجلود ولا تكون فيها داك سميتو شتو، كنقيها تتبقى غير الحيمه. من الاحسن داك الجلود كنحيدهم ترميهم بحال هكا شتو، يعني بحال هذا ما يصلح، ما يصلح يعني طيبوه يا المشاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احنا المغاربه معروفه كنقيو كلشي، كنقيوه مزيان. المهم وكان مازال بالدم ديالها، مازال طريه، غسلتها وسقطرتها واخا هكاك والو، يعني هي الانسان اللي يشري الكبده ما يشريهاش مجمده، يشريها من المصلخ، او لا نقولوا حنا المصلخ هو هذاك، حتى حنا راسنا نقولوا المصلخ. المهم ما نقول لكم شي المشاهدين، الكبده زوينه، يعني زوينه لصحاب الفقر دم وداكشي وصحيه، لكن بشرط الا طيب شي بطريقه تكون صحيه. هنا كيديروها في البصله وما كاينش شي يقولوا لها الكبده اسكندراني. المهم بحال اللي شفتوا هذه، رانا شرملتها، درت لها شويه ديال سميتو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، شوف سيدنا شوف ديك الكمون شويه الحامض، وقليتها بحال هكا، قليتها من قليتها في الزيت، وليت عاوتاني قطعتها طريفات صغار بحال اللي شفتو هنا، درتها في الطويجين، ايه الطويجين وما ادراك ما الطويجين، درت فيها الثوم عاوتاني والقزبر من جديد. حنايا في المغرب اللي كتشرمل تيلويوها في الدقيق، انا ما لويتها لا في الدقيق لا والو، غير قليتها وقطعتها طريفات صغار، درت لها الثومه والقزبر، غادي ندير ليه الكمون السودانيه. المهم اللي ديك الشرميله فين شرملتها وقطعت على الشحيمه حتى فاش كنشقي زيد اليد، انا كامله غير شويه الشحيمه بحال اللي شفت عينكم، غير شويه درت لها هنا شويه السودانيه، شويه ديال البهارات الكاري الكارلي، والمهم شويه ديال سميتو، هي خاصها طيب بحال تشرمله الحوت، ولكن كتعجبني انا هذه الزياده من عندي، هي الكبده مشرمله كطيب بحال الشرمولات ديال الحوت بالبابريكا والكمون. درت لها شويه ديال الخرقوم، درت لها شويه ديال هذاك المهم، ودرت لها شويه سكينشبير والكويم، شويه الكمون، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه السودانيه. المهم درتها هكا كتعجبني انا كمشرمله، ودرت هاد الفلفله، زيت ثلاث تلعات حطيتها، الفلفله حاره وما ادراك تجي غزاله بالحار، المهم زويتها بلديه حتى هي باش طابت، ما طيبتش بالزيت الروميه مع الشحيمه، وكتبقى تقلى هكا مزيان، عرفتوا كي كتجي المشاهدين غزاله غزاله وصحيه طبعا ما يخفاكمش، اللي هي الفخار، هي فخار وما ادراك ما هو الفخار. المهم اش نقول لكم، كنوجدو كنشاركو معكم الغدانة ديال كل يوم، حاجه بسيطه نستنفعو معنا، وتندير عليها قصيبرات بحال الشتات في التالي. انا تنحمق على شي حاجه سميتها قزبور، شتي المشاهدين كتجي غزاله، سندويتشات بغيتي ديريها سندويتشات ديريها الدراري، بغيتي تمشي للبحر، بغيتي ديري هكا، المهم كتجي غزاله في اي، دوزيها بالخبز براحتك يعني. المهم ما نقولكمش بسم الله ما شاء الله، كتجي غزاله فهمتكم. ونتمنى لكم الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش من لايك واشتراك يا المشاهدين،
باش كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا البسيطه. كنصور. جزاكم الله الخير. مشاهدين مرحبا بكم، حياكم الله اينما كنتم. طابت اوقاتكم اليوم، جبنا معكم شويه ديال الدواره بالحمص، كنديروها بالحمص غير شويه، ماشي شي الدواره داك اللي على بالكم. المهم الغدانه ديالنا، الغدا ديالنا اليومي. المهم هنا درت شويه ديال البهارات، الكاري، درت سكين شبير، درت شويه السودانيه، درت الخرقوم مليحه. غادي ندير شويه الزيت بلديه، هنايا غادي ندير زويته بلديه بحال اللي شفتوا. هادي خصوصا تنطيبها غير بزويته بلديه الدواره، غير واحد شويه وصافي، بحال ماشي هنا قلت لكم ماشي شي حاجه بزاف. المهم كنشارك مع خوتي وخواتاتي يعني طياب ديال كل يوم، فهمتي اختي الكريمه. غادي ندير هنايا فين قطعت الثوم والقزبر، غادي ندير الثوم والقزبر هكا قطعتو، الدواره ديال كل يوم. كاين اللي انا كنت كنطيبها غير بالكمون فلفل حمراء والثومه، وغادي ندير لها حتى حامض المصير، ولكن حتى غطيب. لكن ملي كتكون بوحدها، ملي كنكون دايرها مع اللوبيا ولا مع الحمص، كنطيبها بهذا الشكل. يعني الا كنت غطيب غير بوحدها كنطيبها بالشرموله د الحوت. المهم انتم شفتوا، غادي ندير ان شاء الله الدواره ونخليها تقلى مزيان حتى تقلى وتشرب داك لاصوص ديالها. وغادي في التالي غادي نديرها ان شاء الله، غادي ندير لها الحمص والحامض المصير ثم الزيتون، وغادي ندير لها شويه درشع عاوتاني د الزيت البلديه. ايوا وخلاص، وها هي واجده، هي سهله وكتحمقني الصراحه الدواره. الى عجبتكم كتبوا لي، حتى حنا كتعجبنا الدواره، الدواره ديال كل يوم سهله في منتناول الجميع. تابعي الفيديو وما تنسيناش من لايك واشتراك. شكرا لك حبيبي قلبي غزالات الفنات الحادقات. المهم هذه هي الدواره ديالنا، ها فغسلتها هكا وقسمتها على جوج، درتها في الثلاجه حقاش بحال اللي قلت لكم. حنا غير قلال كنديرها مع الحمص واللوبيا، شفتوا يعني ما كنكثرش منها، نتوما غادي نخليها تقلى. جاب لي غير الدوار، ما جاب لي لا سميتها هذيك الريه، هم تيقولوا لها الفشه، ما جابليش الريه شفتوا. واحد المره جابها لي فيها العروق وداكشي ما عجبتنيش، ودابا مشى جاب لي غير الدوار بوحدها. ايوا غادي نقليها وغادي ندير لها غير شويه الماء ونسد عليها الكوكو. خليكم معنا. المهم يا المشاهدين، هذا هو الشكل النهائي. بعد ما طابت درت لها الزيتون، درت لها الحمص، كان عندي واجد. بعد ما طابت درت لها الحمص سديت عليها. نتمنى الطبقين الاعجاب، ما تنساوش اللايك واشتراك، يوصلكم كل جديد يا المشاهدين. كتجي مقليه مزيناتها، ها نتوما نتمنى تجربوها، سهله مهله وصحيه. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي.